السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم حبيباتي من جديد معنا مع الأستاذة نانو علي في درس جديد من دروسنا. قبل كل شيء نقول نرحب بالأعضاء الجدد اللي دخلوا أول مرة القناة، ونرحب أيضا بمتابعاتي الكريمات. اليوم معنا درس جميل جدا 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 جدا، وهو قفطان. نقدرش نقولوا قفطان، لو ستيل قفطان، معناها راح يكون عندنا لو با ان جيب بليسي افيك دي بلي كرو، وعندنا لو او، وعندنا لي مونش 3 كارتيرو، يعني موديل جميل 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 جميل، موديل هبيل. راح نبدو في تاريخ التفصيل، لكن قبل ما نبدو في تاريخ التفصيل فضلا وليس امرا، نتمنى اللي يشوف قناتي اول مره ينزل يعمل اشتراك ويفعل الجرس حتى يصله الاشعار بكل ما هو جديد. اما بالنسبه للاعضاء تاعنا المتتبعات الكريمات الوفيات الحبيبات والقريبات الى قلبي، نتمنى انهم يدعموا لي فيديو تاعي بلي لايك، اكبر عدد ممكن من لايكات حتى هيك نقدروا لي فيديو تاعنا يبارطاجيهم اليوتيوب، وتوصل نسبه المشاهده تاعهم الى اكبر نسبه ان شاء الله، ونشوفوهم اكبر نسبه من المشاهدين ان شاء الله. اذا مباشره راح نروح الى طريقه التفصيل. كما قلت في بون تيسي تاعنا، ها هو ان تيسو افلوري، ها هو تيسو باهي ياسر، يشبه للبروكار، مش بروكار، يشبه للبروكار، ستاتيغ لا كاليتي تاع التيسو واقف هكا وخشين كيما البروكار، لكن هو مش البروكار، داكوغ. إذا راح نروح مباشرة إلى طريقة التفصيل تاعو. لو با قلنا أن جيب بليسي افيك دي بلي كرو، ولو او عادي افيك دو بانس دو تاي. راح يكون افيك سنتور اي مانش 3 كار. اذا مباشره راح نروحو نهزو القياسات اللي نخدمو بيها. اذا مباشره راح نهزو القياسات تاعنا. فوالا، اذا انا محتاجه الطول 1.55 إذا نقص القطعة هذه مباشرة. هذه هي القطعة تاع لي مونش، بون راح نجو هنا ونهزو نطبقوه سيغ 4، نتبعو مليح طريقة العمل تاعنا على 4. إذا طريقة العمل تاعنا على 4. ثم نرسم الآن لو باترون تاعنا. إذا ما عندنا عملنا الكورساج، عفوا عملنا القماش تاعنا في 4. إذا مباشرة راح نروح الآن ونعملو طريقة التنفيذ تاعنا. إذا راح نجي هنا ونهز الفان الأولى تاعي، الفان الثانية، والفان الثالثة، نفس الطريقة منا الفان الأولى، الفان الثانية، والفان الثالثة. إذا راح نجي هنا ونرسم، انتبهوا مليح، راح نجي هنا ونرسم عندنا لو تور دو بواتخين تاعها سي 23، إذني راح نهز أنا 25. عندنا لو تور دو تاي تاعها سي 20.5، راح نهز انا 23. نجي لهنا مباشرة راح نجي هنا مباشرة ونقص هذا كامل. هذا هو الباء تاعي تاع لا جوب تاعي. اذا هذا راح نخليه هنا. اذا راح نجي هنا مباشره ونفصل، نكمل نفصل لو باترون تاعي بالطريقه هذه.
إذن حاجة هنا نرسم هكا. ثم راح نهز المسطرة تاعي. قبل كل حاجة راح نرسمه 8 أصابع اللي هي لا فالور تاع فتحة الكم، ثم نرسمه بالطريقة هذه. إذا مباشرة راح نجي هنا نحي فتحة الكم تاعي، نحي الأكتاف هنا اللي أنا قاعدين نخدمو بالأمام والخلف مع بعضها، يعني نفصلو ما نستنوش هكا. ثم تجي تحطي المسرة تاعك لهنا بالطريقة هذه وترسمي فتحة الأكمام تاعك. إذا أنا راح نجي هنا إذن بالطريقة هذه نكون فصلنا الأولباء التام. إذن راح نجو هنا نديرو توسيع في فتحة الرقبة 1 سنتيمتر ونعبطو باثنين أخرى، هذا بالنسبة إلى الخلف داكوغ، معناها الخلف تاعنا هذا سي بون نحو نحطوه هنا. راح نروحو إلى الأمام مباشرة. الأمام تاعنا وش راح يكون فيه؟ اذا راح تهزي بالطريقه هذه وتحسبي 20 سنتيمتر تاعك هاي داكا، ثم تجي ترسمي هذا كامل هنا بالطريقه هذه اللي هو راح تلقيه 19 سنتيمتر. ثم تجي هنا وترسمي إذن راح نشوف لهنا إذن بالطريقة هذه تكوني عملتي لا فورم تاع لونكولور اتاك داكا. سونز اوبليي راح نديرو ما نقصوهمش هنا، راح نجو ونحدو لي بينس تاعنا بالطريقة هذه هكا، ونزيدو نجو نحدو البانسة تاعنا الثانية بالطريقة هذه هكا. نروحو أيضا إلى الخلف ونحدو البانس تاعنا بالطريقة هذه، نزيدو نطبقو ومن بعد نرسموهم بالمسطرة دوكا قاعدين تراسو فيهم فقط هكا. اذا ثم نرجع نحطو الباترون تاعنا ونعاودو لو تراساج تاعنا كما قبل حكمنا، فقط عملنا لو تراساج هي تجينا في لو ميليو اكزاكتومون، فما نبقوش نعاودو نحسبو فقط باسكو هاكي حتى كي تحسبي راح تهزي لو ميليو هذا ديفيزيه على اثنين اكسيتيرا اكسيتيرا. نحن باش بور ايفيتي لي ميزور لي كالكول الوغ اون فا لو فير دو سيت فاسون داكوغ. هكا نتابعو مليح يعني، وحتى للوقت باش نربحو الوقت فقط عندك الميثود سهله. بون راح نرجعو نحطو الخلف على الامام بالطريقه هذيا، لازم يكونوا كيما كانوا اول مره باراليل. بون لازم يكونوا كيما كانوا، عليه باه نقدرو نجو هنا وراح نحو 1 سنتيمتر. اذا هكا الامام والخلف كملناه، راح نرجعو لجوب تاعنا. بون لجوب فوالا هذا المحلول اللي فيه راح تكون فيه فونت يكون في الدوفون، يعني راح يكون الميليو تاعو هو هذا من الخلف. ثم راح نزيدو نجو من الأمام ونديرو ان كرونتاج لهنا هكا باش هذوما اللي يجو في لي كوتي، معناها نعرفو الأجزاء تاعنا
اذا هكا نكون كملنا الاولى. شو بزتنا ليمون؟ اذا انا راح ندير مباشره ليمون تاعنا. اذا انا عندي ليمون تاعنا وراح نزيد ربع صباع اللي هي راح تشكو ليا لا مونش بومبي فوق بيان فرونسي او نيفو دو لا تي. اذا راح تكوني بالطريقه هذه. إذن هذوما لي دو مونج. إذا بالطريقة هذه نكونو فصلنا كل أجزاء ستاجيغ القفطان تاعنا. بون هذي حاجة نعطيها فيها مونشيغ. إذا مباشرة نعدي إلى طريقة التركيب الخاصة بهذا القفطان. إذا حبيبتي أول حاجة راح نروح ندناها أنا راح نروح نقفلو لي بانس تاعنا تاع الدوفون ودو مع بعض، وبعد نرجع راح نشوفو لا باغامونتو. إذا راح نهزو هذا عشان هزي لا بانس تاعك بالطريقة هذي وتحت معها بلي زيبانكل هكا تجي تخيطي ما تهربش ليك، ما تعمليهاش مايله، لازم تكون كيما هكا في لاجوب مش محتاجه، لانه لاجوب راح يكون جوب بليسي افيك دي بلي كرو، يعني اون با بوزوان باه نديرو لي بانس. لا فالور تاع لي بانس راح يدخل لينا في ال راح يدخل لينا في ال استاجيغ في الخدمه تاعنا في لي بلي تاعنا، يعني احنا محتاجين ان نديرو لي بلي. بنات ما نفضلكم كي نعود نهضر معاكم هذوما الحوايج كامل اكتبوهم بما تنساهمش داكا. اذا نخيط على بعد 1 سنتيمتر لي دو كوتي تاعي او لي دوفون او دو تاعي مباشره. ونرجع لكم وراح نشوفوا بالتسلسل طريقه التركيب ان شاء الله. اذا نخيطهم ونرجع. اذا حبيباتي بعد ما كملنا خيطنا لي بانس، اذا راح نروحو ديريكتومون طريقه لاباغامونتور تاع لي زونكولور تاعنا، يعني راح نغلفو الان القابل تاعنا بطريقه جميله وانيقه كما اعتدنا. اذا راح تجي هنا تحطي الرقبه تاعك على الكوبون بيان التيسيو بيان قطعه تاع القماش، راح تزيدي بها لاباغامونتور. لاباغامونتور هي التغليف او السفتجه بالعربيه، نحن ما قلناش بالعربية بصلا يعني لي تيرم تاعنا ان بيتي بو ديفيرون عليه، باسكو نحن نعرفوها لا باغامونتور ونقولها انا حتى كان قاري البنات في السونتر نقولهم لا باغامونتور، لكن هي كي عربها سموها السفتجة تغليف و سيبا سيبا عندها قدام الاسم حاسينو. بون هذه بالنسبة الى الامام كملناها. نزيدو نهزو قطعة اخرى من القماش. بون هذه راح نروحو نلفقاها. شو معناها نلفقاها؟ معناها نخيطاها ونرجعلها. اذا هكا نكونو عملنا نفس القطعة كيما عملنا تاع الاولى. علاه باك تعود باغامونتور كبيرة تعطيك لاما انك تخدمي بيان وتغلفي بيان كيما تحبي انت. هذاك علاه ماذا بينا ديما كي نجو نخدمو لي باغامونتور نهزو قطعة كبيرة تاع الكماش الاولى. إذا ونفس الطريقة راح تجي هنا في الميليو لتحتني بالطريقة هاذي تمام. بون نكملو نخيطو الأمام والخلف ونرجع لكم. إذا حبيباتي هكا غلفنا الدوفون تاعنا كالمعتاد، انتبهوا مليح على لا فينيسيون، غلفناه وعملنا سورفيلاج سي بون. الخلف غلفناه لكن خليناه محلول لأنه هو اللي راح نديرو بيه نغلفو بيه الأمام تاعنا. إذا راح نجو في الخلف مباشرة وديري لو كرونتاج تاعك. كرونتاج البنات سيرتو في لي زونكولور راهو محتم يا البنات، باه كي تجي تطبقي تجيك ساهله، كي تجي تردي لداخل لاباغامونتور تاعك تجيك ساهله. اذا راح نجي هنا ونحط الدو تاعي بالطريقه هذيا، انتبهوا مليح ونهزو هاك. بون راح نجي لهنا ونحط الامام ما بين لاباغامونتور والخلف تاعنا. اذا راح نجي هنا ونهز الامام تاعي ونحط، ونزيد نجي هنا ونحط الامام تاعي من جهه ثانيه ونحطه بالطريقه هذه ونحكم بليزي بانجل تاعي. بون
جينا ونحكم هذا، نزيد نروح للجهة الثانية ونمسك هذا. ديما لازم تأكدوا باللي يكون ما بين لاباغامونتور والدو تاعكم. اذا راح نروح ونخيطهم على بعد 1 سنتيمتر، ديرهم سوفيلاج ونرجع لكم. اذا حبيباتي راح تكون طريقة الخياطة تاعنا بالطريقة هذه، انتبهوا منها. اذا راح تكون بالطريقة هذه كأن مش مغلفين الظهر، لكن الغلاف تاع الظهر هو راح تجي انت وترديه بالطريقة هذه الى الخلف، ومن بعد نظفوا بالسوفيلاج نديروا بالبيكاج ونلصقوا هو ايضا. كل هذا حنشوفوه مع بعض. اذا حبيبتي كما قلت لكم باللي بعد ما قفلنا لاباغامونتور، اذا مش راح نروحوا نديروا، راح نروحوا مباشره ونقفلوا لي كوتي هذم. علاه؟ باسكو لي كوتي هذ هما اللي راح نعملوا التوغ تاع لا جوب تاعنا. اذا مباشره راح نقفلوا 1 سنتيمتر من 1 سنتيمتر منا باه نبداو في كفان الخدمه تاعنا مباشره. اذا نخيطوا على بعد 1 سنتيمتر ونرجع. بون حبيباتي هكا نكونوا ركبنا لا جوب تاعنا بالطريقه هذه. انتبهوا معايا، ها هي درناه ان جوب بليسي افيك دي بليك ما وريت لكم. بون كملنا هذه من داخل فقط وريت لكم، ها هو الان راح نقلبوه من الجهه البرانيه تاعنا. انتبهوا الى شكله جميل جدا وانيق. بون راح نجيو هنا في لو ميليو، هذا مازال يتحرك لان مازلنا ما لصقناش، وحتى ركبوا لو غالون خطره واحده ومن بعد نلصقوه. بون انتبهوا البنات هنا راح نجيو ونهزوا لا كريم ونتراسوا من لفي هذا حتى للخياطه تاع لو با تاعنا، لانه هنا راح يعود عندنا ان غالون راح يمشي لي في لو توغ هذا كومبلي. اذا راح نديرو ان بون تراساج بالطريقه هذه، ومام طون انا حاطين لو بيستولي تاعنا قاعد يذوب لينا. داكور راح تقولوا لي عليه، راح نقول لكم باه نقدروا نخدموا به بيان. داكور بون راح نجي هنا ونحل 2 سنتيمتر منا و 2 سنتيمتر منا ونرجع. بون حبيباتي دركا راح نهزو البيستولي تاعنا ونبداو نخدمو في لو غالون تاعنا بالطريقة هاذي. داكوغ نسدفو بيان الغالون تاعنا. علاه تحكمو ديرو لا ميثود هاذيا؟ عليها البنات ديروها بهذي تعطيكم لا مان من بعد كي تجو تخيطو ما تحركش ليكم الخدمة تاعكم. داكوغ نتابعو معايا بيان. نتابعوا معايا بنا، شوفوا البنات في الخدم هذه لا فينيسيون اهم من كلش. عليه تقولي لي استاذه عليه؟ راح نقول لك باسكو لا فينيسيون هي اللي راح تعطيك الشكل النهائي لا روب تاعك. داكور عملت شي بيل فو تيسو بيهي جو سي با جو سي با جو سي با، لكن اون فوا تكون لا فينيسيون تاعك موفيز معناها القندوره راح تضرب لك في الزيرو. alors pour cela لازم تعمل اون بيل فينيسيون تعودي صافي تعطيك فيه تخمي مش كي تكيكه تحطي نو نو. لازم نخدم جو ميثود تكون بروميارمون ميثود فاسيل سهله وتكون يعني صحيحه. دكا بون انتبهوا الى الشكل تاعو كيفاه جا، راح نشوفوا بالعقل حتى نكملوا لو باك تاعنا. اذا راح نمشوا دوكا ديريكتومون حكمنا لا فورم تاع تاع ستادير تاع لون كولور سي بون سما منعنا. دركا راح نكملوا طريقه مستقيمه ومن بعد نروحوا للجهه الثانيه مع بعض. اذا حبيبتي هكا نكونوا لصقنا الكالون تاعنا من لوتور دو لون كولور جوسكا لو با تاعنا. ها ها دركا راح نروحوا نعقبوا ليه الخيط كامل كامل، خيطوه بيان وبعد راح نرجعوا نكملوا واش بقات لينا الخدمه تاعنا مع بعض. اذا حبيباتي هكا نكونوا خيطنا لو غالون تاعنا من فوق حتى لتحت، ومام طون رجعنا قفلنا البلاصه اللي حليناها قلت لكم تاع دو دوا. علاه؟ باسكو انا نحب اللي تقعد عندي نخدم بلو غالون هذا سوتو لي ستي ماروكان، نحبو يجي ما بين الخياطه باه ما يخرجليش شبيش وتصنصر لي. داكور بالطريقه هذه تشوفوا لا فينيسيون كيفاه تكون. اذا هذا دو بريفيرونس يكون ما بين الخياطه ولا الثانيه، ما بين خياطات في زوز باش يجي مدرك ومام طون ما يتصنصرش لينا لانه يتصنصر فاسيلمون هي. اذا هكا نكونوا ومام طون عملنا حتى تيكتاج معناها رانا فهمينا لا روب تاعنا بالطريقه هذه. الان القنداره هذه راح نديرو فيها دي بيرل، مش راح نديروها ستي ماروكان بلي بوطون ماروكان، لا
نتبهم لي بيرل تاعنا راح نديروها بالبيرلاج. لي بيرل تاعنا راح نديروهم من لا كولور تاع لا روب تاعنا بعد. داكور نتبهو مليح. ها هي الطريقه تاع العمل تاعنا. داكور نتبهو مليح. هما تاع راح نجو حتى هنا ونحط بالطريقه هذه وحده هنا وحده هنا. داكور تجي نغاب بالبرلاج، تجي نبال غاب افيك البرلاج. راح نشوفو نركبو ونرجع لكم راكب الفوق فقط. بون البنات انتبهوا كيف عملنا لها لو برلاج تاعها، جينا من اون كولور ونحنا نهبطين جوسكا لو با تاعها. داكور عملناها بلو غالو ماروكا وبالبرلاج باسكو تاع عروسة ماذا بينا تفوت فيها البرلاج وفيها الحوايج هذوما. داكور الان راح نروح مباشرة ونديرو الكفة تاعنا، ما انها دروات يعني معليش واش راح نقص. هكا راح نروح نجيب السوفيلاج ونكفوها ديريكتومون باش نركبو لي مونش ونشوفو كيفاه نكملها. اذا حبيباتي هكاك ودنا كفينا عليناها هاو بعد درنا السوفيلاج، انتبهوا مليح وكفينا. اذا الان راح نحدوها حتى واحده باه نتعلمو من الاغلي تاعنا. شوفوا في الخدمه تاعكم اي حاجه تخيطوها جوست هي مازالت هكيك لازم تتحدد باش تموت لكم الخياطه تاعكم. باكي الدوري ما تلقيش الخياطه تاعكم بومبيا ولا خيزه نو، ولازم تخيطي اول حاجه من الداخل وبعدك تخيطي من عفوا تحدي من الداخل وبعدك تحدي من برا. بالطريقه هذه حددنا من الداخل، الان راح نحدو من برا بنحطو الخياطة تاعنا. نزيد ندور الجهة الثانية. الان نرجعو الى لافونت تاعنا ونضربها بالحديد. انتبهوها والطول تاعنا. لاحظوا بلي هنا انا لاحظت بلي كاين خطا لهنا. هذاك اذا مباشره تروحي تصلحي الخطا تاعك. ديما الكوبر بحذاك كي تلاحظي كاين حاجه فيها خطا مباشرة صالحين صالحونا. إذا حبيباتي هكا نكونو كملنا لاغوب تاعنا، الآن راح ننتقلو إلى لي مونش تاعنا. هكا بون هاذيا لي مونش تاعنا، ها هما عملناهم أن تي بو سانتخي في ال مش سانتخي أن تي بو كيما نقولو فرونسي مش سانتخي فرونسي. بون راح نجو هنا الآن وراح نديرو لو كالون تاعنا ماروكان لهنا بالطريقة هاذي. داكوغ اذا في اليدين في زوز ونرجع لكم. اذا حبيباتي هكا نكونو كملنا لي مونش تاعنا، لصقناهم عملنا لهم لي فرونس، عملنا لهم لو غالون زينيه بافيك دو بيرل حتى هما في لو با تاع لا مونش. هكا نكونو كملنا القفطان تاعنا هذا وهذه لا سيتور تاعو. اذا هذا هو الشكل النهائي تاعو. انتبهوا كيفاه جا جميل جدا وانيق. اذا مباشره راح ننتقل ونشوفوا الشكل النهائي على المانجا. حبيباتي اول مره يشوف قناتي ويشوف الفيديوهات تاعي نتمنى انه ينزل يعمل اشتراك في القناه ويفعل الجرس حتى يصله الاشعار بكل ما هو جديد. بالنسبه لمتتبعاتي حبيباتي نتمنى انكم تدعموا لي فيديو تاعي بلي لايك والبارتاج ولي كومونتير باه ينتشروا بسرعه ونكبروا قناتنا ان شاء الله. اذا مباشره نروحوا الى المانجا ونشوفوا الشكل النهائي للقفص. اذا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي للقفطان تاعنا، جا جميل وانيق جدا. انتبهوا مليح، هذه هي لونكولور تاعو، هذا البيرلاج، هذه هي السنتور اللي عملناها له، هذا سي لو با تاعو. انتبهوا مليح، عملنا ان بتي فونت في لو با. داكوغ هو كيما قلنا افيك دي بلي القفطان هذا يكون بليسي او نيفو دو لا تاي، كيما فهمتكم يكون بليسي. ما تشوفونيش المانكا هنا راهي صغيرة لكن مع مولات ويعني اقد المولات استاذير. اذا انتبهوا الى شكله الجميل والانيق جدا جدا جدا. اتمنى انه يعجبكم، نتمنى ان شاء الله انكم تتبعوا الفيديو من اوله الى اخره حتى تتحصلوا على الشكل الجميل والانيق هذا. شوفوا هنا لونكولور، شوفوا
استاذ الخدمة تاعو كيفاه، انت رائع شكله جميل وانيق جدا جدا جدا. نبقى لي غير نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. لا تنسوا دعم اللايك لا تنسوا دعم الفيديو بلي لايك ولي كومنتير وبارطاجو بليز لو ماكسيموم، فهكا الفيديو تشوفوا اكبر نسبه من المشاهده. تمنياتي لكم بالتوفيق. لاول مره تشوفوا قناتي اتمنى انه ينزل يعمل اشتراك، فعل جرس حتى يصل الاشعار بكل ما هو جديد. شكرا لكم حبيباتي، دمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا لكم الى الملتقى.